تباتا وكأن خروج تباتا لتحية الجماهير له للنجم الكبير العائد من الإصابة، هداف الدوري برصيد 18 هدف، ليكون لثامن مرة في تاريخ نادي الريان هداف الدوري من الريان إذا أكمل الموسم وهو هدافا للبطولة. تحية خاصة للنجم الكبير تباتا. محمد المري المشجع الكفيف الرياني الشهير أهدى سيف في حضرة علي سالم عفيفة ومذكر الشافي في التدريبات وفي أمام الجميع، تخديرا من مشجع محب عاشق والهان بقيمة نجم كبير هو فنان هو تباتا النجم الكبير، أحد أهم دعائم نادي الريان في هذا الموسم، النجم الذي من المنتظر أن يكون لاعباً دولياً قطرياً في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. أيضاً تقدير وتحية خاصة، هي دي العلاقة اللي بنتكلم عليها، هو ده الحب، هو ده الاقتناع، هي دي القناعة بأن مدربه مدرب كبير، علاقة خاصة، احترام خاص وتقدير خاص واقتناع بإمكانيات المدرب والمجموعة. روح الجماعة يا جماعة أهم عمل، أهم شيء في العمل الجماعي. بص العلاقة عاملة إزاي، بص بص مش مجرد واحد جاب جون والموضوع انتهى، بص الحب، بص بص بص. عشان كده أندريه مخرجنا سايب الملعب ومعاه، أنا مع أندريه 100%. اللقطات دي دلوقتي أهم من الملعب، دي رسالة للكل، مش من فراغ، مش من فراغ، لم يكن أبدا من فراغ. حدث ما حدث أن يكون الريان بهذا الأداء وهذه العظمة وهذه الروعة. معاذ أيضا من ضمن البدلاء، البدلاء بنفس روح الأساسيين، الهدافين بنفس روح المدافعين، حارس المرمى علاقته كما هي علاقة المهاجمين بعضهم ببعض، وكذلك الجمهور ومجلس الإدارة، لحمة واحدة، لحمة واحدة، مش من فراغ نادي الإخوية في 5 سنوات ياخد 13 بطولة، مش من فراغ كان النادي العربي حاصد 7 بطولات من 18 19 سنة مضت، وبالتالي العربي يحتاج إلى جهد كبير ليعود كما عاد الريان. شوف شوف اللقطات، شوف اللقطات بيتم إعادتها إزاي، بص 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 بص، وأسماء اللاعبين على ظهورهم، أسماء اللاعبين بأرقامهم في تقليد جديد جميل، هم الأبطال. نعم